حاضر، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم من جديد في اليوم، والحقيقة تاني ملف النهاردة هنتكلم فيه هو ملف الزيادة السكانية، لأن هي مشكلة وخط كبير الحقيقة بيهدد كل الموارد الاقتصادية، كل خطط النمو الاقتصادي، خصوصا وأن معدلات الزيادة في مصر زادت خلال آخر 8 سنوات 17 مليون نسمة، ده معدل مرعب. من يومين خرج تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أرقام كتير مفصلة الحقيقة عن ملف الزيادة السكانية، نقدر من تحليل الأرقام دي نعرف أن المواطنين هم الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار المساهمة في حلول الزيادة السكانية. الدولة بتحاول وبتسعى بكل جهد من خلال المبادرات التوعوية، توعية المواطنين من خطر الزيادة السكانية زي مشروع 2 كفاية اللي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، واللي بيستهدف ما يقرب من مليون سيدة في 10 محافظات، ودي المحافظات الحقيقة الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة الزيادة السكانية، زي البحيرة، الجيزة، الفيوم، زي بني سويف برضو، والمنيا وإنا وسوهاج، أسيوط والأقصر وأسوان. احنا محتاجين يعني نساعد بعض في هذا الملف. احنا بنعرض على حضراتكم الآن الساعة السكانية الآن، ده تعداد مصر، احنا بنتكلم في 103,855,965 يعني نسمة حاليا في مصر وبالمحافظات. محافظة القاهرة قدام حضراتكم قد ايه الزياده السكانيه فيها وقد ايه العدد النسمات فيها قد ايه، محافظه الجيزه، محافظه الشرقيه. احنا الحقيقه في زياده مستمره وزياده مرعبه، الرقم كبير مش قليل. احنا هاتفيا بينضم لنا الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بالساده المستمعين. بما ان كان في مسح طبي، يعني ايه ابرز الارقام اللي بتخص الزياده السكانيه بحسب المسح الطبي الاخير؟ والمسح الصحي، المسح الصحي للاسره المصريه بين ان مستوى الانجاب ما زال عالي عندنا، رغم انخفض من 3.5 طفل لكل سيده في 2014 الى 2.85 لكل سيده في 2021، لكن ما زال مرتفع. معنى كده انه هتستمر الزياده السكانيه بقدر كبير. احنا مثلا لو بصينا، لو استمر المعدل دوت في النمو، هنلاقي نفسنا في سنه 30 عندنا حوالي 120 مليون. صحيح احسن من ما لو كنا استمرينا على مستوى الانجاب الخاص ب 2014، كنا هنبقى 125 مليون في سنه 30. احنا لغايه دلوقتي قدرنا يعني بجهود الدولة زي ما حضرتك قلتي والمبادرات المختلفة اللي بيتم تنفيذها، استطعنا ان احنا الدولة استطاعت انها بمشاركة المواطنين انها تقلل مستويات الانجاب، وبالتالي تقلل احتمالات الزيادة السكانية او الزيادة السكانية المحتملة في المستقبل. لكن طيب المعدلات دي ماشية بشكل طبيعي لو هنقارنها بفترات سابقة، ولا يعني تحليل البيانات بيقول لنا ايه؟ لا، تحليل البيانات بيقول ان احنا في 2014 كان الوضع شاذ، احنا كنا ماشيين في اتجاه تناقصي منذ يعني الستينات دايما. صحيح احيانا بيبقى بوتيره عاليه واحيانا بيبقى بوتيره منخفضه، لكن حافظنا على الاتجاه التنازلي لغايه 2014. لقينا لا، ان الوضع انعكس ومعدل متوسط الانجاب زاد مره ثانيه. احنا في 2021 بنرجع تاني للاتجاه التناقصي، فده اتجاه ايجابي جدا، ولكن مطلوب ان نحافظ على استمراريه هذا الاتجاه حتى نستطيع ان نحقق مزيد من التخفيض لمستويات الانجاب. طيب انا هاخد من كلام حضرتك واسالك، يعني من خلال المسح الصحي، من خلال بقى تحليل البيانات لديكم واللي بيصدر عنها توصيات، ايه الحلول المقترحه اللي بتأتي بعد أي تقرير كده، التوصيات والحلول المقترحة اللي بتعرضوها أو هتعرض لتقليل الزيادة السكانية؟ وطبعا عشان برضو حضرتك في الصورة، إن ما أعلن هو النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية، بيجري في نفس الوقت إعداد دلوقتي تقرير مفصل
يتضمن كل التحليلات المطلوبة للنتائج الأولية اللي تم إعلانها وتأثيراتها المختلفة، ثم التوصيات الخاصة بكل قطاع. لكن بلا يعني واضح جدا ان الدولة نجحت في زيادة مستوى ممارسة تنظيم الأسرة الى حوالي 66.4%، يعني معناها ان ثلثين السيدات المتزوجات في سن الانجاب يمارسوا تنظيم الأسرة، وده اتجاه كويس جدا مقارنة ببرضه 2014، ده بيمثل زيادة 8 نقاط مئوية. طيب التوصية ايه؟ التوصية ان احنا لازم نستمر في هذا الاتجاه. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. احنا طبعا هنكون في انتظار هذه التوصيات اللي هتصدر عن المسح الصحي اللي تم خلال 2021، واتكلم على يعني الزيادة السكانية، وأفرد ليها الحقيقة صفحات وصفحات في التقرير اللي هيصدر إن شاء الله، وهيكون معانا وهنناقشه وهنتابعه مع بعض. لكن هننتظر التوصيات، لكن احنا كلنا كسيدات وكأسر عارفين كويس قوي التوصيات اللي منوطين بيها، احنا نوصي بيها انفسنا ان احنا يعني نلتزم باتنين كفاية، لان هو ده الافضل للجميع والافضل ليكي وللاب قبل ما يكون افضل حتى يعني لاي حد تاني.